بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم في محراب العقل. حاضر مع المستشار يلتمس البراءه. حاضر على المتهم يلتمس البراءه تاسيسا على عدم جديه التحريات وعدم صحتها، بطلان اجراءات القبض والتفتيش لصدورها بدون اذن نيابه، عدم تصور معقوليه الواقعه على النحو الوارد بالأوراق والثابت على لسان الضابط بالواقع. رابعا، وجود تلفيق وكيدية في الاتهام. خامسا، الدفع بانتفاء صلة المتهم بالأحراز المضبوطة. سادسا، الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل بمحضر الضبط من قبل المتهم وعدم حصوله من الأساس. سابعا، عدم دقية المحضر لعدم ذكره مكان حدوث الواقع بالتحديد. ثامنا، انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبها عن بقية أفراد السلطة. مع المستشار، مع المستشار، حضرات السادة الأجلاء، نبدأ دفاعنا بما بدأ تلفيق والصيد السيد ضابط الواقعة معتمدا في ذلك على تحريات غير مجدية وغير صحيحة، اسنادا للروايه اللي كان ذكرها زميلي نفس النقيب مع المستشار عمر شلبي بنفس الروايه اللي بيرويها في كافه واغلب محاضر الشرطه نفس الموضوع. فهذه التحريات لا تعدو ان تكون مجرد ابلاغ لا يسوغ لاصدار اذن، لا تعد الا ان تكون مجرد راي لصاحبها يحتمل الصحه والبطلان ويحتمل الصدق والكذب، ولا تصح بذاتها دليلا او قرينا على الاتهام. ثم تطرق مع المستشار إلى الدفع الثاني وهو بطلان الإجراءات، حيث ندفع ببطلان هذه الإجراءات وما تلاها لصدورها بدون إذن نيابة، لاختلاق الضابط الواقع حالة من حالات التلبس مخالفا بنص المادة 30 إجراءات جنائية والتي وردت على سبيل الحصر. ثم وهذا وهو الدفع الأساسي والمهم في هذه القضية، وهو عدم تصور معقولية الواقع على النحو الوارد بالأوراق والثابت على لسان مأمور الضبط. هنا معالي الرئيس مأمور الضبط بيقول في المحضر انه راى المتهم يقوم باخراج علبه سجاير من طيات ملابسه واخرج منها لفافه سلفانيه، فقمت بالاقتراب منه حيث قام بفتحها وعرضها على هذا الشخص وشاهدت ما بها وهي قطعه لماده داكنه بنيه تشبه جوهر حشيش. فهنا في استحاله مطلقه معالي الرئيس من انه ما شاهد بدخل تلك الفتاه. تفضل معالي الرئيس. كثير من المذكره والاقتراب عن شفوي. نعم معالي الرئيس. المذكره كتبها هات. الواقع نفسها ماشي، لكن تقراها ما لهاش لزوم. ماشي ماشي مع المستشار، اشرح بس الدفع. فهنا مع المستشار في استحاله مطلقه. هو بيقول ان انا قربت منه خلسه لدرجه انه شاف الماده البنيه وشاف قطعه اللفافه وشاف مداخلها وشاف لونها. ازاي قرب منه مع الرئيس وكل ده والمتهم والشخص اللي بيشتري منه ما حسش بيه؟ ازاي يعني؟ فهذا يعني غير متصور اصلا، عدم معقوليه. طب فهنا قول المتهم في التحقيق ردك عليه ايه؟ نعم المستشار، قول المتهم في التحقيق، اقوال المتهم في التحقيق ردك عليها ايه؟ اقوال المتهم في تحقيق النيابه مع المستشار. أيوة. ده هي الواقعه الاساسيه. ها؟ ده هي الواقعه الاساسيه. تقول فيها، تتكلم فيها. ماشي مع المستشار، ان هو اصلا كان اصلا سواق على التوك توك. أيوة. تمام. فالواقعه الاساسيه انك هو كان بيوصل واحد مع المستشار وكان واحد راكب معاه من ورا، فهو بمجرد ما شاف ناس جايه عليه. انت محامي يا استاذ ولا ايه؟ اي ما حاضر معانا. بس الروب بتاعك فين؟ الروب. طب اقعد على الاوضه على البنش يلا. فبمجرد ما جم عليه يا فندم الاشخاص ملاكين، الشخص اللي ورا فر هاربا والقى بعلبه السجاير اللي هي بداخلها اللوفات ومشي. دي الواقعة الصحية اللي أنكر الضابط أصلا، لم يذكر أصلا واقعة التوك توك دي، ما قالش إن في توك توك نهائي، ما جايبش سيرتها نهائي في الموضوع. يعني كان في ضبط مخدرات. إيه مع المستشار؟ كان في ضبط مخدرات التوك توك بتاعه؟ كان في اللي هي علبة السجاير دي اللي وقعت من راجل راكب في التوك توك، اللي هي دي الرواية الصحيحة. اللي راكب في التوك توك سابها. هو بقى الضابط ما قالش، ما جابش سيرة الموضوع ده تمام، قال إن أنا شفته في الشارع والرواية اللي بيرويها نفس النقيب عمر شلبي. تمام؟ وهنا يسور تساؤل اخر مع المستشار، ما هي المسافه التي كانت تفصل بين الضابط والمتهم التي تعمد الضابط اخفائها؟ قال ان انا كنت بمسافه قريبه، كامل قريبه؟ هو ما رضيش يقول طبعا 3 متر. طب 3 متر مثلا
ما حسش بيك. طب ابعد، لو ابعد شفت ازاي، شفت ازاي اللفافه وشفت الماده اللي جواها وكل ده ازاي اصلا في ظرف وقت ما يقارب من الساعه 9 مساء، في حين ان اصلا الساعه 6 الدنيا يعني بتتغير. فهنا مع المستشار سند كذب مفتوح وعدم معقوليه، كما يعتصم الدفاع مع المستشار بخلو الصحيفه الجنائيه للمتهم من سمه اتهامات سابقه في مثل تلك القضايا. هو ليس بعالي سابقه وليس بعالي، فازاي يا مصدر السري عرفت ان الراجل ده يعني بيتاجر في المخدرات؟ هو مش على اي سابقه اصلا، فجبت منين معلوماتك اصلا؟ يعني لو مثلا كان عايد ولا مجرم قبل كده نقول ان هو ليه يعني صحيفه عندهم وعارف ان الراجل ده بيتردد على نفس المكان، فمن اين هذه المعلومات؟ ثم مأمور الضبط عندما تم استجوابه من قبل النيابه العامه عن عدد القوة وذكر أسمائهم قال أنا مش متذكر. نفس الرواية، إزاي قوة حضرتك أنت القائد ليها وخارجة معاك وأنت مش متذكر عددهم، في حين أنتوا خارجين بتأمنك وبتأمن الأمن في المكان، يعني هذا غير معقول أصلا من الأساس. رابعا على المستشار وجود تلفيق وكيدية في الاتهام، نفس الرواية، حيث يختلط ضابط الواقعة حالة من حالات التلبس المكذوبة لوقع المتهم فيها ضحية هذه الكذبة المفضوحة، وهو كما هو المعتاد في الغالب بما يقوم به رجال الضبط لاختلاق محضر محاضر كيدية ووهمية والإضرار بالأشخاص. الدفع الخامس مع الرئيس، الدفع بانتفاء صلة المتهم بالأحراز المضبوطة. المتهم ليس له أي صلة من بعيد ولا بقريب بهذه الأحراز، تمام. ثم مع المستشار انا عايز يعني اسال حاجه، هو في تاجر يعني التاجر اللي هو وصفته محكمه النقد، وكما قال زميلي في الرول قبلي ان هو يبتز بالحيطه والذكاء، انه عمره يروح يتاجر في شارع مكان عام، فهذا يعني غير متصور حدوثي. وبيتاجر في ايه؟ يتاجر في 6 جرام، يعني التاجر ده يتاجر كميه كبيره، هتاجر في 6 جرام تاجر على قده مع المستشار على قده. ثم يعني فين حصيلة التجارة؟ فين؟ هل هم 765 دول هم حصيلة التجارة؟ رجل تاجر؟ حلوين. في حين ان الرجل ده اصلا لا يجد ما يقوم عليه هو والاولاده سائق على توكتو، يعني بالكاد يعني لا يحمل قوت اولاده، بالكاد لا جابه في اليوم لا ما جابوش. خلصت ولا لسه؟ كما ادفع سادسا مع المستشار، ادفع ببطلان الاعتراف الحاصل بمحضر الضبط من قبل المتهم. مأمور الضبط بيقول ان في المحضر بتاعه ان المتهم اعترف واقر. هو هل من المعقول ان في واحد النهارده يا ما يتمسك يعترف على نفسه؟ ده انا فعلا لو محدث الجريمه عمري ما هعترف على نفسي. فازاي يعني تاجر مخدرات تقول له الحاجه دي بتاعتك وانت ومنسوبه ليك بتاعتي، انا بتاجر والتليفون ده بتاعي والحاجه دي بتاعتي؟ فهذا يعني غير صحيح وغير معقول، وما فيش اي عقل يتقبل الكلام ده. سابعا، كما ادفع مع المستشار بعدم دقيقه المحضر لعدم ذكره مكان الواقعه بالتحديد. هو قال في شارع الكنيسه، طب الشارع فين؟ خلاص قدام محل ايه؟ قدام اي حته بالتحديد؟ بعدين ماشي. اخيرا مع المستشار، انفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجبها عن بقيه افراد القوه. قلتها ماشي. وبناء عليه مع المستشار استنادا لهذه الدفوع، فاني التمس من عدالتكم براءة المتهم مما هو منسوب إليه. شكرا.